قابلت زعماء أفارقة؟ ده مش بس كده، احنا الوقت احنا كنا عملنا مكاتب في حركات التحرر. كان معظم رؤساء الدول اللي بقوا رؤساء دول كانوا هنا في القاهرة في زي حركات مين التحرر. مثلا الناس الأصدقاء قوي مانديلا، نيلسون مانديلا. كيف كان مانديلا؟ نيلسون مانديلا جه كان له مكتب هنا. يعني بمعنى ان كان ماسكه واحد اسمه اوليفر تامبو. اوليفر تامبو ده الوقت المطار جوهانسبرغ النهارده باسمه اوليفر تامبو، شخصيه كبيره جدا، وكان شخصيه كان هو رئيس حزب الاي ان سي اللي هو الحزب بتاع مانديلا. كان هو الرئيس. ايوه مانديلا ما مسكش الرئاسه الا بعد ما خرج من السجن، انما ده كان هو الرئيس بتاع الحزب وكان شخصيه رائعه. فكان ده موجود في الخارج. فجه مانديلا بقى 61 هنا والتقينا، وفضلت بقى العلاقه موجوده وبعديها، وحتى ما جه هنا جه مصر كان الاخ مصطفى في اتصل بيا، كان وقتها سكرتير الرئيس، قال لي والله ده احنا طالب يشوف حضرتك. لا مش بس كده، احنا بعتنا البرنامج كان مدعو بعد ما خرج بسنه، هو مانديلا مدعو وبعتنا له البرنامج، ما غيرش في حاجه غير حاجه واحده بس، قال عاوز التقي بمحمد فايق. جميل. حضرتك هتعرف كمان الرئيس الافريقي نكروما؟ طبعا نكروما عرفه، ابنه هنا موجود جمال. جمال أيوه. موجود لغايه دلوقتي في الاهرام. نكروما طبعا عرفناه من بدري قوي، لانه في له فضل كبير جدا هو وجمال عبد الناصر، فضل في القضاء على فكره الصحراء ان تكون عازلا. ليه؟ لان لما استقلت غانا اول مؤتمر يعمله للدول الافريقيه المستقله كان في ثلاثه افريقيين، يعني كان في اللي هو غانا وليبيريا واثيوبيا فقط، وباقي كانت اربع او خمس دول عربيه فاللي هي في شمال افريقيا يعني. فحصل وحده افريقيا من هنا، لان كان زمان قبل كده البان كلمه البان افريكانيزم او الجامعه الافريقيه كانت متجهه الى انها افريقيا، ما يسمى بافريقيا السوداء. انا ما بحبش التسميه دي بتاعت افريقيا السوداء او افريقيا زمان. فقضينا على الفكره دي، كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه لافريقيا، ودي كمان ادت لنا يعني فتحت مجالات كبيره جدا قدامنا.